السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عثمان أحمد مكتب المحامي رافائيل يورينا وكورتس مورسون. طبعا هذا الفيديو سوف نتحدث عن فرصة الحصول على تأشيرة الهجرة المتنوعة 2020 التي نطلق عليها مشروع فويجر أو مشروع السفر. أولا نحن نعلم أن هناك آلاف من الفائزين في اليانصيب نصيب الهجرة المتنوعة على عام 2020 الذين ضاعوا فرصة الانضمام إلى دعوة محمد وفون جونغ وكينيدي. كثيرون عما إذا كان بإمكاننا رفع دعوى قضائية، ومع ذلك إذا كنت أحد الفائزين في تأشيرة الهجرة المتنوعة على عام 2020 ولم يتم إصدار تأشيرة في 23 أبريل 2020 أو قبله، فأنت بالفعل عضو في فئة غوميز أو فئة المعتمدة. ليس من الضروري بالنسبة لك الانضمام إلى دعوى أخرى. طبعا أصدر محامو غوميز بيانا مؤخرا نفس الشيء، قد يكون انضمام إلى دعوة قضائية جديدة في تم تقديمها بعد 30 سبتمبر مضيعة لأموال. فقد حدد فريقنا حاجتين مهمتين وحيويتين لم يتم تلبيتهما في تأشيرة الهجرة المتنوعة لعام 2020 التي يمكننا تقديمها بكل ثقة. عن الحاجة الأولى هي دعوة الكونغرس للحصول على 35,000 فيزا، طبعا والتي لم يتم إصدارها من قبل سبتمبر 30. طبعا كما تعلمون أن هناك 9,095,000 تأشيرة محجوزة من قبل القاضي مهيتا. طبعا ونقدر أن هناك 60,000 فيزا طبعا هي للفائزين، ولكن وعائلاتهم طبعا تريدهم، وطبعا هذه مشكلة لجميع الفائزين في اللوتري 2020. كما يعرف كل من محمد وفون جونغ بالفعل منذ يوليو حتى سبتمبر قام كورتيس ورافائيل يورينا بتمويل جهد كبير من قبل الكونغرس السابق بروس موريسون من تأشيرات الهجرة التي تبلغ 25,000 دولار. طبعا في سبتمبر 30 أنه يعني 2020 أنه يقنع الكونغرس لكي يتعاونوا مع الفائزين والأشخاص الذين لم يستلموا الفيز بعد لكي لا يخسروا بقية الفيز المتبقية ألا وهي 35,000 فيزا. طبعا لقد حققنا يعني تقدما حقيقيا في الجهد المبذول مع كثير مع الكثير من الدعم والمضمون بين أعضاء الكونغرس الفرديين. كان كثير من هذا التقدم نتيجة لمشاركة أفراد الأسرة وأصدقاء مدعين محمد وفون جونغ وكينيدي. ومع ذلك وبسبب ظروف خارجة عن سيطرتنا، طبعا كون الكونغرس غير قادر على تمرير أي تشريع على الإطلاق لم تكن جهود التنظيم هذه مجدية. طبعا منذ الانتخابات الرئاسية استرعى بروس طبعا انتباه إلى أن لا يزال هناك شعور بالتعاطف مع مجموعة تأشيرة الهجرة المتنوعة 2020. طبعا إذا وصلنا على ذلك إذا وصلنا على طول المسار نفسه الذي بدينا منه، بالفعل هناك ما هو متوقع ألا وهو يمكننا النجاح والاحتفاظ بال 35,000 الفيزا من أرقام التأشيرة الفيزا المتنوعة. الحاجة الثانية التي طبعا اعترفنا بها من خلال تأشيرة الهجرة المتنوعة هي التمثيل والتوجيه، طبعا من خلال إجراءات المعالجة القنصلية الفردية في حال ما إذا كانت القضية غوميز سارية على حكم نهائي أو نحصل على تأشيرات من خلال الكونغرس. هذا هو السبب إطلاقنا للبرنامج فوياجر ألا وهو السفر للمشروع، حيث يقوم المشاركون في مشروع السفر فوياجر بتمويل جهود التنظيم والاستفادة من تمثيلنا القانوني وإرشاداتنا من خلال عملية المعالجة القنصلية. طبعا إذا كان سؤالك من هم المؤهلين للمشاركة في هذا مشروع فوياجر أو السفر، طبعا واحد أنت بحاجة إلى أن تكون
بحاجة إلى أن تكون من الفائزين للحصول على تأشيرة من الفائزين للحصول على تأشيرة اللوتري 2020 ولم تحصل على تأشيرة بعد. طبعا اثنين يجب أن لا تكون طبعا مدعيا في محمد أو فون جونغ أو كينيدي كما نخطط لتقديم هذه الخدمات إلى هؤلاء المدعيين بالفعل. طبعا لنتحدث عن أسعار التمثيل لنتحدث عن أسعار المشروع السفر أو فوياجر. طبعا نحن نحافظ على تسعير المشاركين في مشروعنا السفر أو الفوياجر بسيطا. طبعا سوف يكلف $500 لكل تأشيرة هجرة من 2020 المختارة. طبعا مع المستفيدين من الزوج والأطفال بدون تكاليف إضافية. نشكرك على مشاهدة هذا الفيديو طبعا وأن تتعرفوا على مشروعنا السفر. إذا كانت لديك أي أسئلة حول البرنامج فاترك تعليقا أدنى وارسل رسالة إلى أحدنا في الأرقام التي سوف تجدونها طبعا في الوصف. كما يحب كورتيس أن يقول تذكر أن تشرب الماء وتنفس الهواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.